مشاهدينا كنرحب بكم من جديد ورجعت من جديد عاوتاني عند امال وفقرة المطبخ. صباح الخير امال. صباح النور خويا بدر. صافا لاباس عليك؟ كلشي بخير الحمد لله ربي يخليك. اش كتعاودي مزيان؟ دابا الحمد لله. شنو وجدنا اليوم؟ اليوم وصفه سهله وبسيطه في الفران. نشوفوا المقادير ديالها ونعاود نرجع. طاجين السمك بالفرن مع صلصه الفواكه البحر. كنحتاجوا في المقادير سمك من حجم متوسط، بطاطس، فلفله متنوعه، طماطم، فلفله حاره، البصله، الثومه، المعدنوس، الشبت، زيت زيتون، الزيتون والبزار، سكنجبير، توابل السمك، الزعتر. المقادير ديال الصلصه كنحتاجوا صلصه الطماطم، الزعتر، الكمون، المعدنوس. في القائمه كاين نقص في الحروف وكاين نقص في الحروف ونقص شي لعيبات. نقص شي لعيبات ماشي مشكل. زنجبيل، زعتر، هذاك زعتر نزور نزور حرف الراء. زعت تما كاين شي حاجه فيها سميتها الزعت. الزعت شنو هو الزعت؟ حنا بالدارجه ديالنا الزعت هو الزعتر. الزعت هو الكذوب. كما شفتوا مشاهدينا يعني طاجين السمك في الفرن ياك في الفران. غادي نجيبوا الطاوة ديالنا ديال الفران اللي غندخلوها الفران، غادي نحطها حداك بدر وغادي نقول لك شنو كيقولوا. تمكن ليا هاد الحوت سميتها امل. هاد الحوت سميتو الهامور. الهامور جاي من الهامر ياك. جاي من الهامر. غنخليو الحوت هو الاخر. غادي نبداو باش نبداو بالخضره هي الاولى. كناخد البطاطا، هذه طريقه سهله. سهلة مهلة. غادي ناخذ البصلة. ممكن تمد لي الفلفلة؟ الفلفلة هي الأولى. كنشوف الفلفلة تبارك الله سكين صفر. ماشي أحمر، هذا ليمون ياك؟ برتقالي. عندي جوج فلفلات. دابا أشنو غادي نديرو؟ بطاطا وحدة، بصلة وحدة، جوج بطاطات. على حسب هادشي كيبقى الاختيار ديال المشاهد. اللي بغى الخضرة كثيرة كيديرها. كناخذ شويه القزبر ومعدنوس. ناخذوا الملحه معلقه ديال الملحه على حسب ديما البهارات كيبقاو الاختيار ديال المشاهدين. اوكي عندنا البهارات ديال السمك نص معلقه. عندي التحميره الحاره حتى هي نص معلقه. وعندنا الكمون معلقه. عندنا السكنجبير غادي ناخذ هنا نعناع اليابس. ضروري من هنايا تساويك. غادي ناخذ كما كنشوفوا امال تبارك الله في اي شيء هو كدير فيها هنايا نعناع اليابس. ناخذوا الثومه. ثلاثة دروس ديال الثومة. تقدري تزيدي شي دروس واحد اخر؟ بغيتي نزيد الدرس ديال الثومة؟ شوفي انت مثلا كاين اللي كيبغي الثومة، كاين اللي كيبغي الثومة. الحوت بالخصوص كيبغي الثومة. كيبغي الثومة الحوت. تعطيني ديك لاصوص ديال المطيشة بدر؟ هي الأولى. ناخذ الزيت الزيتون. شنو ناخذ؟ غادي نخلطو مع الزيت ديال الزيت الرومية. غادي ناخذ الصلصه ديال المطيشه، معلقه الشرموله ديال الحوت اللي بغيتو. الا بغيتو يعني الشرموله ديال الحوت تكون بحال هكا. لا بحال هكا. وغادي ندير دابا
ليغون باش بدا نخلط. Take you to the candy shop. I let you lick the lollipop. Go ahead, girl, don't you stop. Keep going till you hit the spot. I'll take you to the candy shop. Yeah. One more taste of what I got. I have you spending all you got. Come on. Keep going till you hit the spot. I'll take you to the candy shop. ضروري ما تخلطي في جديد. اه غير اللي خلطي بالبدا. لا. ها لا خطا علينا اليدين. انا راه غير مع في الاستوديو انا ما كنبغيش ندير هاد لي غون لحقاش كنحس براسي بحال ما كنطيبش. اكيد نبداو نخلطو باش يكون طبيعي ياك. ها ما كيمحسش لا يكون والو ياك. تبارك الله عليك انا. ولكن كاين اللي كيخلط غير بيد وحده. اخبارك هاد القضيه هادي بيد وحده كيخلط لوحده. لا الا بغيتي تستعملي يد وحده راه غتستعملي يد وحده. ولكن ما كيمحسن جوج يدين. ربي عطانا جوج يدين خدم جوج يدين. كيقول لك يد وحده ما كتصفقش ياك. يد وحده ما كتصفقش ولكن كترفق كترفق فوالا. شتي دابا هي الخضره ديالنا خدات كاع لي قامه اللي عندنا. كتشوف يعني الخضره ديالنا يعني كتشرب لي قامه وكتشرب الشرموله. شربت الشرموله. غادي نجيبو هذا الشيء لهنا. عاد هات لك تفضلي انت الاول. خويا بدر معاوني خليك ليلي معاك انا يا شي. هات ثم بعد ما نديرو بها حطوها هنايا كناخدو. نبداو بالبصله والبطاطا هي الاولى. اكيد يعني كنفرشوها باش ما يلصقش الحوت ديالنا باش ما يلصقش. ياك هادشي اللي بقى حتى هو كنضيفو. لا غادي ناخذ الحوته كيف ما كتشوفوا مشاهدينا. الحوته عندي قسمها انا على جوج يعني كتجي بحال الكتاب. كناخذ هاد التوابل اللي عندي وكندي الحوته ديالي. كندير فيها شرموله. اوكي فوالا بنفس الطريقه ونحطها هاك. نجيب الحوته الثانيه نفس الطريقه. امل اللي درتيها نفس الطريقه. اوكي نحيدو هذا بدر ندخلوها للفران ياك. غادي نجيب المطيشه. عندي دواور المطيشه من بعد ولا دابا؟ لا من دابا. اوكي غادي نديرها فوق من الحوت. علاش الحامض تا هو نحطوه دابا ياك؟ ها الحامض تا هو دابا ولا تالاخر؟ لا هذا الحامض تا هو دابا نحطوها فوق الحوت. علاش؟ كيف ما ذكرنا المره اللي فاتت مشاهدينا باش تاكل لنا السهد على الحوته. اوكي والهبره ديالها لحقاش جات من الفوق ماشي الجلده هي اللي لتحت اللي غتاكي السج. يعني انا كنشوف حتى الطريقه كيفاش حطيتي يعني الخضره والحوت يعني طريقه جميله سهله. اه سهله بالنسبه للشباب والبنات يلاه سهله الواحد غير. لا لا ناخذ الشبت ديالنا ونوزعوا بحال هكا بهذه الطريقه غيطلق لينا النكهه ديالو في السمك. يمكن لك تجيب لي الحبق اللي كاين تما. هذا اه لا بارا هادشي كفايه انه غادي يطلق لينا النكهه في هاد الحوت وفي هاد هذا. غادي نحيد ليغو وغادي نسخنو. شحال ديال الوقت تقريبا باش تكون يعني الحوته والخضره واجدين؟ شوف
ملي كندخلوا الحوته مع الـ مع الـ مع الخضره في نفس الوقت كان كيف ما قلت نغطيو الحوته بالخضره مطيشه او لا الفلفله او لا اي خضره عندنا باش تاكل الناس تهد لان الخضره كتاخذ الوقت باش على على الحوت دونك غادي نحتاجو 20 دقيقه ودرجه كم درجه غادي ما بين 150 180 180 درجه فوالا جوج دقائق دقيقه باش الطاجين ديالنا يكون واجد فوالا اما نعاودو نرجعو ان شاء الله باش نشوفو الطاجين ديال الحوت فين وصل من بعد الفاصل مشاهدينا رجعنا لكم من جديد وصلنا للجزء الاخير من حلقه اليوم ورجعنا عند امل واش هوتها طاجين ديال الحوت في الفران في الفران تبارك الله عليك ما ساعدناش الوقت اننا نسمح لي قاطعتك ما درناش الوصفه الثانيه الوصفه الثانيه هي هي كنا الصلصه صلصه لا فواكه البحر بالصلصه ولكن حتى غدا ان شاء الله نقدمها له ماشي الصلصه ديال لادونس الصلصه ديال حتى الصلصه ديال لادونس فيها ابداع شكرا لك امل بزاف على لو بلا ديالنا ديال اليوم وشكون ما كيبغيش الحوت وكنعرفوا كذلك انه الدريساج ديال الحوت عندنا معروف كيكون بهذا الزين ديال البطاطا ديال لي طوماط سوغيل ديال عادي ناتشورال عادي ناتشورال ولكن غيجي رائع غنخلي لك بدرو ذوق غادي نختم انا انت ذوقي وختمي في نفس الوقت لا ذوق انا مشاهدينا وصلنا نهاية الحلقة نشوفكم غدا إن شاء الله في حلقة جديدة في أكلة جديدة في موضوع جديد السلام عليكم